مشاهدينا، هلأ رح نروح لجولة في الصحافة العربية مع زميلنا محمد الجزار. صباح الخير محمد. صباح الخير يسعد صباحكم. تفضل محمد، لك الهواء. مشاهدينا، بداية الجولة من أبرز عناوين صحيفة الحياة، وفيها مجلس تنسيق سعودي أردني، جنيف السوري ينتظر التفاهم الأمريكي الروسي، إيران تؤكد قدرتها على إنتاج صواريخ عابرة للقارات، ترامب يعد بأمريكا أولا وفوق الجميع، مقتل طبيب الأطفال الوحيد في حلب وعشرين مدنيا آخرين في غارة على مستشفى، تفجير انتحاري في غرب تركيا ومقتل منفذته، النواب العراقيون المعتصمون مستمرون في احتجاجهم على رئاسة الجبوري، تعطيل حوثي جديد للمشاورات، عقوبات دولية على سفينة هندية تنقل نفطا ليبيا غير شرعي. وفي صحيفة النهار يتحدث الكاتب عبد الوهاب بدرخان عن مرحلة جديدة للصراع تدخلها سوريا بعد انهيار المفاوضات وانهيار الهدنة. نتابع. انهيار المفاوضات السورية في جنيف كان انعكاسا طبيعيا لانهيار هدنة وقف العمليات العدائية. كانت روسيا وافقت على الهدنة بعد فشل الجولة الأولى في جنيف، تحديدا بسبب مؤازرتها الجوية الكثيفة لقوات النظام السوري وميليشيات إيران في هجوم وشيك على حلب. ومع الهدنة قيل إن موسكو اعتزمت الضغط على بشار الأسد كي ينخرط في تفاوض جدي. انعقدت الجولة الثانية منتصف آذار وسط انتهاكات متفاوتة الخطورة لوقف النار، لكنها مهدت لجولة ثالثة وصفت بأنها ستدخل صلب الموضوع. الانتقال السياسي، وبين الجولتين الأخيرتين نشطت اتصالات أمريكية روسية سياسية واستخباراتية تحت عنوان مصير بشار الأسد. تحاول روسيا حاليا إبقاء المفاوضات قائمة، وتوحي بأن ثمة حلا ممكنا بين النظام ومعارضات موسكو، استانا وحميميم والأكراد التي لم تغادر جنيف، وكلها معارضات مفبركة. وبمعزل عن المعارضة التي برهنت باحترامها الهدنة أنها هي الطرف الآخر الحقيقي في المعادلة، في المقابل ترى الدول الداعمة للمعارضة أن أمريكا أوباما خسرت أمام روسيا بوتين في إدارة الأزمة، وبالتالي فإن الصراع دخل مرحلة جديدة بدأت معالمها ترتسم خصوصا في دمشق وغوطتها. وفي صحيفة المستقبل، عنف نظام الأسد في سوريا ينسف الهدنة، إسرائيل تعدم أمة فلسطينية وشقيقها، مجلس سعودي أردني لتنمية العلاقات الاستراتيجية، حرية الصحافة الأدنى في العالم منذ 12 عاما، الحوثي يراوغ في الكويت ويخرق الهدنة في اليمن، قافلة مساعدة إنسانية تدخل تلبيسة في ريف حمص، اليونسكو تدمر احتفظت بقسم كبير من أثرها رغم الأضرار، حاكم كانساس الأمريكية ينسحب من برنامج استقبال لاجئين سوريين، الانتخابات الأمريكية ترامب وكلينتون يقتربان من الهدف ولا انسحاب. وفي موقع أورينت نت يشير الكاتب شفان إبراهيم إلى اشتباكات القامشلي، معتبرا أنها نتيجة أسبابها المتراكمة منذ سنين والأوضاع مهيئة لذلك. نتابع. إن انتشار السلاح بين الكتائب والتنظيمات المسلحة سواء المنظمة أو الرديفة دون وجود رادع أو قانون يحمي المدني ويحمي العسكري من سلاح العسكري الآخر هو نفسه السبب المؤدي إلى إطلاق النار من جهة على جهة أخرى، فلا أحد يعترف بالآخر ولا بشرعية سلاحه. لكن أحدى أسئلة النغصة الكردية يتجلى في موقف ودور الكتائب أو التنظيمات أو الجماعات المسلحة ضمن الأسايش وضمن قوات الحماية الشعبية دون أن يكون لهم الموقف الحاسم والوقوف على مسؤولياتهم، خاصة مع تفاقم الغل والحقد على الكرد ربما يزرع أكثر من إشارة استفهام. في مقابل رفض الإدارة الذاتية التنسيق والعمل المشترك مع المجلس الكردي وبيشمرقة، علما أن لا سند ولا تحالف استراتيجي ولا ضمانات مستقبلية لأي جهة كردية كانت، ما لم يكن العمق الاستراتيجي لها هو المد الشعبي والسياسي الكردي أولا وقبل كل شيء. وفي عناوين صحيفة القدس العربي، قوات الاحتلال الإسرائيلية تعدم شابة وشقيقها عند حاجز قلنديا،
في تركيا 7 جرحى في تفجير انتحاري ومقتل منفذته. خامنئي أمريكا رفعت العقوبات على الورق فقط. تنظيم الدولة يسيطر على قرى في ريف حلب وأكراد يستردون جثة جندي روسي قتل في تدمر. وفي القدس العربي أيضا، ديمستورا يجب إنعاش الهدنة في سوريا قبل استئناف المفاوضات. 30 قتيلا على الأقل في قصف مقاتلة روسية مستشفى بحلب. وزير الدفاع الأمريكي يلتقي الأسبوع المقبل في ألمانيا نظراه في التحالف ضد تنظيم الدولة. مجلسان محليان ليبيان يباركان عودة أرملة القذافي وأحفادها إلى ليبيا. المئات يحتجون في الخرطوم بعد مقتل طالب بالرصاص. وفي صحيفة الشرق الأوسط يتحدث الكاتب عبد الرحمن الراشد عن الوضع في إيران بعد توقيع اتفاقية البرنامج النووي. نتابع. المرشد الأعلى في إيران يشتكي بمرارة من أن الغرب لم يفي بوعوده وأن العقوبات الاقتصادية على بلاده لم ترفع رغم أنها قدمت الالتزامات المطلوبة منها بإيقاف مشروعها النووي. لابد أن الوضع عسير على الحكومة الإيرانية حتى تجأر بالشكوى على هذا المستوى. حظها سيء جدا، فأسعار البترول لا تزال منخفضة، وبسببها وضع إيران المالي اليوم بعد توقيع اتفاقية البرنامج النووي هو أسوأ كثيرا مما كان عليه مثل هذا اليوم قبل عام مضى عندما قبلت بالاتفاق المبدئي. أمر لم يخطر على بال القيادة الإيرانية التي كانت تعتقد أن رفع العقوبات سينهي أزمتها الاقتصادية. ربما على الحكومة في طهران أن تدرك أن المصالحة مع واشنطن وحدها لن تمنحها الثراء ولا النفوذ ولا الهيمنة، وأن تدرك كذلك أنه مهما ضخمت قدرات قواتها وحرسها الثوري لن تستطيع سد النقص في ميزانية الخبز والرز وحاجات مواطنيها الأساسية. وفي صحيفة عنب بلدي، حجاب يدعو أصدقاء سوريا لاحتواء تصعيد الأسد وحلفائه. تقرير الأطفال السوريين في تركيا ضحايا للإتجار بالبشر. حريق يلتهم فرن سرمد الألي في إدلب ويوقع ضحايا. الأمم المتحدة، الوضع في درية أليم للغاية. مجلس الأمن يرفض تصريحات نتنياهو حول الجولان. عبوة ناسفة تقتل قائدا عسكريا لأحرار الشام في إدلب. روسيا تطالب بمعاقبة أحرار الشام وجيش الإسلام. حرائق من سياف تشعل غضب الموالين، إنها بلاد التعفيش الوطني. فسوريا تعاني من تقلص زراعة القمح والشعير. والآن نتابع معكم مختارات من رسوم الكاريكاتير. أكيد جولة الصحافة خلصت، برجع هلأ لهاني وفانيتا. شكرا لك زميلة محمد جزار من غرفة أخبار راديو أوريان، شكرا كتير لك.